أكد الرئيس السيسي أن مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا، وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة، ولا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل لإنقاذ المنطقة. وقال الرئيس السيسي إن حياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر. وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا، وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة، لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء. ولذلك فإنني من هنا أمام قادة زعماء الدول العربية أوجه نداء صادقا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، فأقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض للاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار. فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر. وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا إلا لأن نضع أيدينا معا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.